جبهة جديدة. نعم. هنا الآن بدأ الطيران الإسرائيلي، الآن نسمع الطيران الإسرائيلي وهو يبدو أنه بالفعل قريب. نعتذر كلارا. نعم. هو احتفال ربما. عم يحتفل بهذه الطريقة. فرقاني معنا، مش فرقاني معنا. والطيران مثل إجريك، مثل إجريك. نوال هذا اللي كنت عم حاول أسأله، يعني الأعصاب باردة. حتى لو هناك سيناريو حرب هن مستعدين؟ هيدا السؤال، يعني هن ما بيعتبروا انه في حرب، ولكن حتى لو كان هناك وصار في حرب هن مستعدين الشباب وباردين؟ هم يقولون نحن هنا، هم يقولون بأن المقاومة ستحميهم. الجميع كده هنا قالوا عبارة شبابنا موجودين على جبال، هم يقولون أن المقاومة مستعدة لأي حرب جديدة إذا ما كان هناك أي تصعيد في هذا الإطار.